هي أهم نتائج زيارتكم للولايات المتحدة الأمريكية وماذا حقق هذه الزيارة؟ في الحقيقة أولا أنا أتيت للولايات المتحدة لألبي دعوة الرئيس ريغان لي لأول زيارة رسمية للولايات المتحدة، وثانيا لتوطيد الصداقة والعلاقة القديمة القائمة بيننا وبين الولايات المتحدة وتبادل الآراء في كثير من الأمور الثنائية والعالمية. شكرا. هل تم بحث التوسع السوفيتي في المنطقة؟ لم نتطرق لذلك لأنه في أمور تهم الولايات المتحدة وعمان أكثر من نتطرق لأمور تخص أناس آخرين.